السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون. نبتدي المشوار من نادي الأهلي. خبر النهاردة لسه طازة لسه جديد. كولر المدير الفني للنادي الأهلي أخذ قرار إن مفيش لعيب في النادي الأهلي هيتباع. بلغ الكابتن سامي قمصان وأمير توفيق وكلم مع الكابتن محمود الخطيب، اقفلوا باب النادي الأهلي وعلوا السور، خلاص مفيش لعيب هيطلع تاني من نادي الأهلي. القايمة هي اللعيبة اللي موجودة، التلاتة اللي انضموا هما اللي موجودين. داري خلاص خلص، خلال ساعات هيعلن النادي الأهلي. الاتنين اللي انضموا قبل كده، ثم فاضل بن رمضان، خلال أيام تحسم الصفقة. في مشكلة في الأمور المادية لبن رمضان، وهناك البديل، بديل بن رمضان الكندوسي هيرجع النادي الاهلي. لو صفقه بن رمضان ما خلصتش، لو خلصت هيفضل في سيراميكا. ده المشهد في النادي الاهلي، لا يوجد صفقات بيع تاني في النادي الاهلي. ده اللي قاله كولر لمسؤولي النادي الاهلي. هل هناك هيبقى جديد؟ ننتظر لنرى. الساعي يقترب بشده ايضا من النادي الاهلي. واحد يقول لي ده نادي الاسماعيلي طالب 100، طالب 500، طالب 700، المهم الاهلي في النهايه هيخلص بكام؟ الاهلي مش هيخلص بالارقام دي، هيخلص في النهايه بارقام معقوله جدا. الاهلي في النهايه هيخلص بارقام معقوله، وعنده حاجات اوبشنات اكيد هيحطها برده علشان يوصل اللاعب لرقم معين. واعتقد ان السوق ما بقاش فيه تنافس كبير جدا، لان خلاص اي لعيب بيدور على النادي القوي الجماهيريه وبيدور على الامور الماديه والفلوس. الاهلي دلوقتي واقف ماديا، والاهلي طول عمره قوي جماهيريا، فاعتقد ان دلوقتي الاهلي هو يعني صاحب الوجهه لاي لاعب بيفكر. ثم بيراميدز والزمالك في الصورة. الزمالك الأمور المادية ممكن تعطلة شوية، بيراميدز الأقوى في الديلات المادية، ولكن هنا الجماهيرية تفرق. كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، صباح الفل يا كابتن. أهلا بيك، صباح الفل عليك يا جميل. وحشنا كابتن، إزاي حضرتك؟ والله أنا لما بشوفك بحس إنه المعايير مظبوطة عندنا. ربنا يعزك يا كابتن. ساعات بقول يا رب المعايير دي تتطبق على جميع المراكز وجميع القادة اللي بيقود العمل الرياضي بالذات. يعني تعرف اي عمل محتاج معايير، لابد ان يكون المعايير دي موجوده، وانت ما شاء الله تمتلك كل هذه المعايير. كابتن ربنا يعزك، ده من ذوق حضرتك. انا ممكن ابطل الشغلانه خلاص يعني بعد الجملتين دول، اروح اقعد في الحته الثانيه والموضوع انتهى بالنسبه لي. لسه قدامك كتير، لسه منتظرين منك كتير. ربنا يدي حضرتك الصحه دايما، وشرف ليا دايما ان حضرتك تبقى موجود معايا يا كابتن. اهلا بيك، اهلا بيك. يعني رحيل حضرتك عن لجنه التخطيط، وسمعنا اخبار كتيره جدا منها ان حضرتك خلاص يعني شايف ان حضرتك عملت اللي عليك، وشايف انك ممكن تاخد خطوه في مرحله تانية او في حته تانية. هل الكلام ده مظبوط؟ كابتن محسن حضرتك معانا؟ أنا معك، أنا سامعك، أنا معك. هو فعلا القرار ده اتفق عليه مع كابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة رئيس اللجنة، وكان حوار بيننا وتفاهم الموقف. 5 سنين يعني كتير عليا في المنصب. أنت عارف منصب التخطيط محتاج أفكار، محتاج رؤية، محتاج قرارات، وكلها بتصب في فريق النادي الأهلي. فمهما كانت افكارك كتيره وجيده ومتنوعه، هتيجي في الاخر تشعر انك انت بتدور في حلقه مفرغه. هتقول نفس الكلام، هتقول نفس الافكار، هتقول نفس المتطلبات، هتتكلم على نفس السلبيات، لانك بتتكلم في فريق، مش بتتكلم في كوره عامه. وبالتالي فانا وجدت انه حان الوقت. وعلى فكرة احنا عندنا في النادي الاهلي جرت العادة من سنوات طويلة، بعد نهاية كل موسم كل الاجهزة الفنية بتقدم استقالتها طوعية لمجلس الادارة حتى يتمكن من عمل تقييم لجميع الالعاب، ثم اختيار جديد سواء بعودة نفس الوجوه او بعض هذه الوجوه، او باحلال وجوه جديدة في هذه المراكز. فانا اردت انه الكابتن محمود الخطيب صديق عزيز وزميل ملاعب وصداقة عمر،
وهو على فكرة اللي اختارني في المكان ده وطلب ان انا اكون موجود فيه. فانا الصداقة والعملي في النادي الاهلي وتاريخي في النادي الاهلي قبلت هذه المهمة وتفهم هذه الامور بشكل جيد، وبالتالي رأى انه يحصل تغيير جزئي مش كلي في اللجنة بخروج محسن صالح والتعيين للصديق العزيز مختار مختار لرئاسة هذه اللجنة. وإن شاء الله يعني أتمنى أنه في المرحلة القادمة يكون في يعني قرارات جيدة لصالح الفريق ويكون التفاهم موجود. إحنا الحمد لله 5 سنين ما حصلش تصادم مع أي مدرب، ما حصلش تصادم مع أي لاعب، ما حصلش تصادم مع أي مسؤول. ليه؟ لأنه في عمل مرتب ويصير بشكل جيد، ما فيش حد بيستطيع أن هو يتوغل على سلطات حد تاني. وبالتالي احنا عملنا كله استشاري بنقدمه للكابتن محمود الخطيب رئيس اللجنه، وهو بدوره اللي محتاج يتعرض على مجلس الاداره بيعرضه، اللي مش محتاج يتعرض على مجلس الاداره بياخد قراراته فيه. واي قرار حتى لو كان هناك بعض الاختلافات في بعض الامور في وجهات النظر، طالما انه الاغلبيه ترى انه الصالح العام في هذا القرار فبيطلع قرار جماعي بكل الافراد اللي موجوده وبتساند هذا. هل يا كابتن محسن الناس احيانا بتتساءل، لان الثقافه دي مش عندنا شويه، يعني بنتلخبط فيها، لان النادي الاهلي منظومه ناجحه بقالها سنين، فالحته دي دايما الناس بتستفسر فيها، هل لجنه التخطيط مع المدير الفني، هل وارد ان في لاعب لجنه التخطيط تقول لا احنا عايزين ده المدير الفني مش عايزه ويبقى في النادي ويكون موجود؟ طبعا يعني هو دلوقتي يعني في امثله كثيره كانت موجوده، والعكس صحيح. يعني اقربها مثل مودست، يعني المدرب طلب ان هو يتولى هذا الملف، وبالتالي الخطيب وافق له ان هو يسعى من خلال الوكيل بتاعه وعلاقاته ومعرفته بالكره الاوروبيه في ترشيح لاعب اوروبي او بيلعب في الدوري الاوروبي للنادي الاهلي. للاسف انه يعني احنا يعني اعتمدنا كثير على تاريخ اللاعب، وبالتالي كان في فتره كده يعني ابتعد عن الكوره، وبالتالي يعني اصبح يعني تجاوبه مع الريتم السريع لاداء النادي الاهلي مش بالدرجه المطلوبه. ولذلك يعني احنا كلجنه اتكلمنا مع المدرب وقلنا له انه احنا شايفين هنا في نقطه سلبيه، احنا في حاجه الى تغيير هذا اللاعب بلاعب اخر. الوضع اخذ بعض الوقت، وبالتالي اقتنع المدرب بوجهه نظر اللجنه وبوجهه نظر رئيس اللجنه، وتم يعني مش يعني الغاء عقد، هو الراجل كان عقده انتهى فعلا، وبالتالي كان يعني عايز يجدد له شهرين عشان يكمل. اتفقنا على عدم التجديد، والمدرب التزم بقرار اللجنه وبالقرار بتاع رئيس اللجنه ونفذ القرار. بالتالي في له قرارات هو يعني هو تاكيدا لكلام حضرتك، تصريح خالد الجوادي اعلاميا اول امبارح مع زميلنا المحمودي، قال ان الراجل حس ان المدير الفني صديقه اللي ساله على مودست خدعه، فده تاكيدا لكلام حضرتك. يعني انا مش عايز اخوض في ما قاله خالد، لانه الراي يعني انا اعتقد انه يعني لا يعتد به. اللي يعتد به هو راي المدير الفني، اللي يعتد به هو راي الوكيل، لكن مش راي خالد. خالد يعني مجرد ان هو مترجم لمستر كولر، و يعني حتى ممكن يكون عنده علم لكن لا يستطيع ان يؤكد مثل هذه المقوله. صح. برضو موقف حضراتكم في حراسه المرمى في بدايه الموسم وتمسك حضراتكم بحراس الاهلي والبعد عن حارس كبير وثقتكم في المجموعه اللي موجوده النهارده، في 3 حراس موجودين في المنتخب الوطني، اي حد تاني كان هيفكر يقول لا اجيب حارس كبير عشان الجمهور ما خدش المخاطره. انت فاكر المشكله اللي تعرض بيها النادي الاهلي بعد اصابه الشناوي؟ فاكر يا فندم، انا كنت شاهد عيان على الموضوع ده. وكان بالفعل وكان هناك رغبه في التعاقد مع حارس مرمى بسرعه، لان النادي الاهلي عنده بطوله افريقيه وعنده بطولات ثانيه الدوري، وفي حاجه الى سد هذه الثغره.
صح. وحتى كان في يعني بعض المفاوضات علي لطفي وابو جبل ويعني احنا في اللجنه ومع الكابتن محمود الخطيب المدرب قال لابد من وجود حارس سريع بسرعه لحل المشكله. فتناقشنا في اللجنه مع الكابتن محمود الخطيب ووصلنا لقرار، القرار ان احنا نعتمد على ولادنا الموجودين لانه تقييمهم الفني جيد جدا، فلماذا ان احنا نذهب الى التعاقد مع حارس اخر حتى لو كان ابو جبل وبتاريخه العريق يعني حتى لو كان هو الحل المتاح. لابد ان يكون في مغامره، لابد انك انت تعطي مغامره وتعطي فرصه للوجه الجديد الصاعد اللي ممكن يتحمل المسؤوليه. كان في علي لطفي موجود والمدرب كان طلب ان هو يطلع اعاره او يطلع بيع لانه يرى ان هو سنه كبر على هذا المنصب ان هو حارس نمره 2، وتصعيد مصطفى شوبير اللي بيبقى نمره 2 مكان علي لطفي. فاحنا في اللجنه طلبنا انه مصطفى شوبير يلعب الدور ده ولا نستعين بحارس اخر. تناقش الكابتن محمود الخطيب مع مستر كره وفي الاخر اقتنع بوجهه النظر وعمل المغامره واعطى الفرصه لمصطفى شوبير واثبت بالفعل انه هو حارس مرمى يمكن الاعتماد عليه بشكل قوي جدا، والحمد لله عدت الازمه على خير بدون الرجوع الى حلول خارجيه. بعض جمهور النادي الاهلي كابتن محسن يشوف ان الخطوه دي اللي اتعملت بتتعمل النهارده مع كهربا ومع قفشه واستمرارهم في النادي، يعني ما فيش قوي تعاون مع كولر، ولكن اداره الاهلي متمسكه بيهم وان هم والناس بتراهن عليهم ان هيرجعوا يتالقوا، قفشه اصلا مكسر الدنيا. شايف حضرتك المساله دي ازاي؟ انت عارف النادي الاهلي بتدي صلاحيات كبيره للمدير الفني طبعا، ولابد ان احنا نستمع اليه، والخطيب يعني بيأيد بقوه انه لما تعطي صلاحيات كامله للمدرب فتقدر انك انت تحاسبه على كل خطأ لانه هو اللي بياخد القرار مش انت اللي بتاخد القرار. صح. وبالتالي فكل مدرب له قناعات والقناعات متغيره. ممكن انا النهارده انا مقتنع بكهرباء ان هو راس الحربه المناسب وانه كل ما بيلعب بيسجل، وبعدين في فتره اصيب فيها كهرباء وابتعد ولما عاد اصبح بعيد عن الفورمه، فالمدرب وضع حل بديل، بدا ان هو يطلع بموديست لانه اللاعب الاجنبي الموجود في الفريق وهو يريد ان يثبت انه وجهه نظر هو الفنيه سليمه في هذا اللاعب، وبالتالي اعطاه الفرصه واخر ترتيب كهرباء يعني درجتين للخلف. ويعني هذا التاخر اعقبه اصابه اخرى للكهرباء فاصبح بعيد اكثر. النادي كان في حاجه ماسه الى راس حربه، الحمد لله وفقنا في التعاقد مع وسام باقناع المدرب باهميه هذا اللاعب ومستوى هذا اللاعب. السكاوتنج في النادي بذل جهد كبير لجمع كل المعلومات المطلوبه، لجنة التخطيط شاهدت ودرست وقررت ان هذا اللاعب يصلح للفريق، وبالتالي تم عرضه على المدرب واقتنع بالتعاقد معه. فحضر وسام وحل مشكلة يمكن بشكل مؤقت، ولكن انت محتاج في مركز راس الحربة لابد ان يكون عندك اكثر من لاعب لانه في بطولات كثيرة بيشارك فيها النادي الاهلي في اجهاد في اصابات، وبالتالي لابد ان يكون عندك بديل كف جاهز لتحمل المسؤوليه. وعشان كده النادي الاهلي حاليا ما زال بيبحث عن راس حربه اخر يكون موجود وفي وجود كهرباء. يعني ساعات المدرب يقول لك يعني ده بعيد، ده كان كويس وبعدين ما عادش عنده فرصه لانه ترتيبه اتاخر، لكن في عندك حاجتين لابد انك تنظر فيهم، انك انت عمليه تسويق اللاعب. انت بتجيب اللاعب ده تدفع فيه ملايين، ما ينفعش انك انت في لحظه تقول انا مش عايزه. طب مش عايزه وما فيش عروض، يبقى معناها ايه؟ معناها ان النادي هيخسر ملايين الجنيهات في الوقت اللي ممكن استعاده اللاعب بعمل مكثف وباسلوب اخر جديد وبالتالي يعود للفورمه. صح. بتتكلم على اي لاعب قفشه مثلا، يعني مش معقولة انه فجأة قفشة يبقى بعيد عن الصورة بالشكل ده.
اكيد في اسباب، اصابات، حاله نفسيه، حاله مزاجيه، وبالتالي فالمدرب وجد انه الفريق في الفتره دي محتاج مثلا تواجد عاشور اكثر في الصوره، لانه بيلعب بطريقه مختلفه عن قفشه، وبالتالي قفشه جلس لفتره احتياط. هل معنى ذلك ان احنا نستغنى عن قفشه عشان طلع بره الصوره؟ لا، ما ينفعش، لان قفشه ده لاعب له قيمه، لاعب موهوب، لاعب سجل اهداف حاسمه قاتله جميله، وبالتالي حقق للنادي بطولات. ما ينفعش ان احنا لمجرد هبوط مستواه او الابتعاد بسبب اصابه ان احنا نقول نستغنى عن خدماته. فبنقعد مع المدرب، بنتكلم معاه، بنشرح وجهه نظرنا، بنقنعه، وبالتالي بيعود مره اخرى عن اي قرارات ممكن يفكر فيها، وبيسير في الخط اللي الاداره واللجنه بتمشي فيه. هل ده كان يجوز يا كابتن محسن في مساله مدير الكوره؟ يعني مركز في النادي الاهلي دايما تولاه العظماء، يعني كابتن حسن حمدي، كابتن ثابت البطل رحمه الله، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن خالد بيبو مؤخرا. شايف ان حضرتك عدم وجود المكان ده في النادي الاهلي بناء على رغبه المدير الفني، شايف حضرتك ان دي خطوه جيده ولا خطوه تخضع للتجربه؟ لا، هو ده قرار طارئ لفتره معينه. ليه؟ لانه احيانا انت بتاخد قرار بعمل تغيير، ولكنك ما بيكونش عندك البديل الجاهز المناسب لهذا المنصب، فتبحث عن حلول بديله. الحل البديل المناسب في مثل هذه الحاله التي نمر بها الان او يمر بها النادي الاهلي، انه يعني احنا مش هنجرب ثاني ونجيب واحد جديد يدخل المنظومه ويبدا يتفاعل مع المدرب، هيتفاهموا مع بعض ولا مش هيتفاهموا مع بعض. وبالتالي يعني اعتقد ان وجهه نظر الخطيب في تعيين سامي انسان قائم باعمال مدير الكره قرار لاقى ترحيب كبير جدا من كولر، نظرا للعلاقه الجيده اللي ما بين كولر وما بين سامي انسان طوال السنتين السابقتين، وبالتالي كولر بيثق في سامي انسان، بيثق في عقليه سامي انسان. اللعيبه علاقتهم بسامي انسان مش هتبقى علاقه جديده زي ما كانت مثلا مع خالد بيبو، دي علاقه قائمه بقالها سنتين، في ود وحب وانسجام وتفاهم ما بين سامي امصان واللاعبين. انا بعتقد ان ده عبء كبير على سامي امصان ان هو يقوم بيه بجانب دوره كمدرب مساعد، ولكن اتمنى ان هو يعني ما يقابلش مشاكل في المرحله القادمه، والمركب تسير بهدوء كما هو معتاد بدون الدخول في ازمات اخرى. الاهلي المنظومه الوحيده اللي بتعمل احلال وتجديد وهي كسبانه كل حاجه، ودايما دي اخلاق الكبار او دي دايما صفات الكبار. حضرتك لو هتقول رساله اخيره لكولر كده في ودنه وهو محقق كل النجاحات، هتقول له خلي بالك من ايه الفتره اللي جايه كنصيحه من واحد بيحب النادي الاهلي؟ اقول له خلي بالك، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات. احيانا يجي مدرب يحقق بطوله وبطوله تكون صعبه وقويه وكبيره، وبالتالي فهو يستند الى هذه البطوله عندما يتعرض لاي اخفاق. انا جبت بطوله افريقيا مثلا، او ان انا جبت بطوله دوري عام، والسنه دي يعني قابلتني ظروف ما خلتني ابتعد عن المنافسه. لا، النادي الاهلي ما عندوش دي، جمهور النادي الاهلي ما عندوش دي، ما عندوش ما اصل الفريق مر بظروف، اصل الفريق مر باصابات، اصل الفريق مر بظلم تحكيمي، اصل كل هذه الاسباب يعني لا تعفي المدرب من المسؤوليه. انت جيت دربت النادي الاهلي، يبقى انت مطلوب منك انك انت تحقق الفوز مش بس في كل بطوله، انت مطلوب منك تحقق الفوز في كل مباراه، وبجانب ذلك مطلوب منك انك انت تؤدي اداء يعني يليق باسم النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ذواق، يحب اداء ويحب نتيجه، لكن احيانا يتنازل عن جوده الاداء نظرا لظروف ما تمر بالفريق، اصابات، ابتعاد، ايقافات، عقوبات، ما الى ذلك، ويتقبل، ولكنه عاده لا يتقبل سوء الاداء، لا يتقبل خساره بطوله، وبالتالي فاللي فات مات، خلاص احنا بنفتح صفحه جديده، وتعالى بقى ورينا شغلك الجديد، وورينا هتعمل ايه في البطولات الجديده، واحنا منتظرين، لانه النادي الاهلي مثلا بقى شيء طبيعي انه يحصل على ثالث كاس العالم للانديه. الجمهور عايز ايه؟ عايزين تاني، عايزين اول.
فانك انت تشارك وما تطلعش حتى ثالث هتبقى مشكله كبيره. يبقى انت عارف انك انت قدامك مسؤوليه كبيره. راي حضرتك كابتن محسن، راي حضرتك ان كولر قدم بطولات ومتعه في كره القدم ولا بطولات بس؟ لان احيانا زي ما حضرتك قلت في بطولات، واحيانا ما فيش متعه، واحيانا في متعه وما فيش بطولات، واحيانا في الاثنين. يا شيف بص انا عايز اقول لك حاجه، ما فيش مدرب بيقدر يفصل ما بين جوده الاداء والنتائج. صح. يعني هي سوء الاداء له اسباب، سوء النتائج له اسباب، كل مدرب عليه انه يعالج الاسباب التي ادت الى سوء الاداء او ادت الى سوء النتائج، لكن ما فيش مدرب يقدر يقنع اي متفرج عادي انه انا ما بصيتش للاداء، انا بصيت للنتيجه، لا ما فيش كده. ما فيش كده ابدا، يعني اذا كان انت بتلعب بقى بفريق بتعتمد على لياقته البدنيه، على قوته وعلى سرعته وعلى صرامته في الاداء، وبالتالي انت بتحجم الخصم، بتقفل الطريق بشكل كويس، بتعمل طريقه دفاعيه قويه، وبعدين بتعتمد على لاعب او اثنين في الفريق يمكن لهما تغيير النتيجه، دي حتى مش مهضومه، مش مطلوبه، مش مرغوبه، مش فيها موافقه جماهيريه، لا في شك فيها. الجمهور عايز اداء وعايز نتيجه. صح. كابتن محسن بتمنى لحضرتك كل التوفيق، وبتشرف دايما بانضمام حضرتك لينا، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب في اللي جاي. شكرا سيف، شكرا. بشكرك كابتن، بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط السابق بالنادي الاهلي. طيب نروح بقى لمباريات النهارده. الدور قبل النهائي لكاس مصر كان بيتلعب النهارده، مباراه ماراثون النهارده ما بين بيراميدز والنادي المصري. النادي المصري النهارده عمل ملحمه كبيره جدا 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 امام نادي بيراميدز بامكانيات عظيمه، ولكن بيراميدز قدر ان هو يصمد ب 10 لاعبين لمده ساعه، نص ساعه في الشوط الثاني، ثم ربع ساعه وربع ساعه دون احراز اهداف للنادي المصري، او دون النادي المصري ما يخلص المباراه. النادي المصري قدر ان هو يرجع يتعادل بهدف، قلنا النادي المصري في 10 لعيبه هيقدر ان هو يخلص المباراه، ولكن بيراميدز امكانيات كبيره جدا وعملوا النهارده مباراه رائعه. كل يوم بقول ان بيراميدز مشروع كبير اتعمل، وكل يوم بقول ان علي ماهر مدير فني كبير بامكانيات كبيره، علي ماهر يروح في حته ثانيه. انا رايي الشخصي أن رجل المباراة النهاردة الحقيقي وصاحب النهاردة الفضل في تأهل بيراميدز للمباراة النهائية هو أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز. الشناوي النهاردة عمل مباراة عمره. الشناوي أحيانا كتيرة بنشيد بإمكانياته ونقول لسه عنده، لسه بدري. هو الشناوي ماله النهاردة ولا ربع كلمة. الشناوي النهاردة بيطلع من كل حتة. يعني الشناوي النهاردة المصري 3 4 5 كور فرص محققة النهاردة. الشناوي لولا الشناوي كان المصري في المباراة النهائية. هارد لك للنادي المصري بجمهوره الكبير العظيم اللي كان حاضر النهاردة، وألف مبروك لنادي بيراميدز الوصول للمباراة النهائية. على الجانب الآخر، لأول مرة برقم جديد فريق زد الوافد الجديد للدوري الممتاز، أول مرة فريق يبقى سنة أولى دوري ويوصل للمباراة النهائية في كأس مصر في نفس السنة، في نفس السنة. النهاردة الإسماعيلي بمجموعة من الشباب عمل مباراة كبيرة جدا، في حالة رضا فنية كبيرة عن إيهاب جلال والمجموعة اللي موجودة، حضور جماهيري كبير وعظيم لجمهور النادي الإسماعيلي اللي النهاردة بنحييه تحية كبيرة جدا، لأن عمل المعادلة الصعبة، شجع فرقته بمنتهى الإخلاص، وورانا مشهد ما بنشوفهوش دايما غير في الدوريات الأوروبية. النهاردة جمهور النادي الإسماعيلي عملوا رغم الحزن الشديد، ولكن بعد المباراة حيوا فريق بيراميدز، سقفوا لفرقة الإسماعيلي، شافوا ان هم أدوا أداء كويس، حيوا النهاردة فريق زد، وراحوا وفريق زد راح النهاردة وليد صلاح الدين لجمهور. دي لقطة تسوى كتير، دي لقطة تسوى النهاردة كتير. زد ما عندوش جمهور، زد النهاردة رايح لجمهور الإسماعيلي بيحييه بوليد صلاح، بمجدي عبد العاطي، بمجموعة اللعيبة اللي كانت موجودة. وزي ما اتكلمت النهاردة على أحمد الشناوي، بتكلم النهاردة
ايضا على علي لطفي حارس مرمى زد، عمل النهارده مباراه كبيره، واعتقد ان علي لطفي النهارده، واعتقد النهارده ان احمد الشناوي بيقولوا للكابتن حسام حسن احنا موجودين. الاسماعيلي النهارده عمل مباراه كبيره، ملحمه كبيره النهارده جمهور النادي الاسماعيلي العظيم عملها، وجمهور رائع وراقي الحقيقه جدا جدا جدا، وناس النهارده كتيره بتتساءل هو مجدي عبد العاطي بيفكر في ايه؟ طموحاته ايه؟ مجدي عبد العاطي يمثل مشروع لنادي زد، وان شاء الله باذن الله يكون موجود سنين كتير معاهم للمشروع اللي بيحصل. زاد النهارده نادي عنده وجهه نظر مختلفه تماما، وجهه نظر مختلفه. ايه هي وجهه النظر المختلفه دي؟ ان هو نادي عنده قطاع ناشئين هدفه ان هو يطلع فريق بره. فكره ابتدت مع انسي ساويرس، ابتدت مع اسامه عبد العظيم، ابتدت مع احمد عبد الله، مع مجموعه كبيره جدا من النجوم، ان احنا هنكون ناس بنطلع او معمل تفريغ للعيبه بره نزوى العدد المحترفين ونقدم ناشئين بشكل جيد. لولا دعم الدوله المصريه ومؤسسات الدوله المصريه لاي كيان رياضي ما كان يبقى فيه زد ولا سيراميكا، لان انا بشوف ناس بتطلع تقول لك احنا والقصص والمساعده والمسانده والوزير، كل الكيانات اللي حضراتكم شايفينها لو ما فيش دعم كبير من السيد وزير الشباب والرياضه ومن مؤسسات الدوله المصريه ان القناه دي تكون موجوده مش هتقدر تقدم حاجه. فالدوله المصريه سبب كبير جدا، ومؤسساتها سبب كبير جدا ان الكيانات دي كلها موجوده، كل الانديه، البنك الاهلي، سيراميكا، زد، كل الانديه دي طلعت. زد نادي زي ما قال النهارده الدكتور احمد عبد الله رئيس شركه زد للكوره، ان زد النهارده عنده وجهه نظر ان هو يقدم كوره كويسه ويكتسب احترام الجمهور، جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، هو ليس منافس في مسافات وسرعات كبيره جدا بين اي نادي جماهيري واي نادي عادي. فلازم كل واحد يبص في ورقته ويعرف مكانه فين. الاهلي في حته تانية والزمالك في حته تانية والمصري والاتحاد والاسماعيلي بجمهورهم. ممكن جمهور اي نادي من دول يحترمك لكن مش هيشجعك، يحترم كورتك، يحترم سيستمك، وهيفضل يشجع فرقته. زاد بيدور على احترام الجميع واحترام الجمهور وليس منافسته، يعني يقدر بشكل جيد جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري. واللقطه دي لقطه مهمه، لان هي دي رساله كره القدم، الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام ثم الحب ثم المنافسه داخل المستطيل الاخضر. لقطات النهارده رائعه، المباراه النهائيه يوم الجمعه القادم الساعه القادمه الساعه 9 بالليل في استاد برج العرب ما بين بيراميدز وما بين زد. تحية كبيرة جدا لمسؤولي استاد برج العرب، تنظيم النهاردة للمباراة كان رائع جدا، الاستاد حالته جيدة جدا، الأمور على ما يرام. استاد برج العرب ده يا ما شال المنتخب الوطني في ظروف صعبة جدا جدا جدا. دي بس عشان ايه حاجات كده نقولها. خلصنا مواضيع الأهلي والحديث عن الأهلي. الزمالك بنتايج هنا في القاهرة، وصل هنا، وخلال ساعات ممكن نسمع خبر جيد لجمهور الزمالك. بكرة الكشف الطبي بتاعه، وفي إعارة لمدة سنة مقابل 300,000 دولار بعد تجاوزه الكشف الطبي. أما البركاوي فده صفقة انتقال حر، الاتفاق معه على 500,000 دولار للاعب، وده مهاجم قوي جدا جدا جدا. هل خلصت بكده صفقات الزمالك؟ لا، هناك صفقات مع أندية مصرية في الدوري الممتاز الزمالك شغال عليها دلوقتي. طيب حضراتكم عشان برضو الأمور تبقى واضحة، زيزو وصل لإيه؟ زيزو مفيش جديد، ولكن رسالة لمن يهمه الأمر، ورسالة بقولها ويعني لجمهور الزمالك والمسؤول الزمالك. أنا تحدثت مع جميع الأطراف. السيناريو اللي شغال ده سيناريو خطر. الزمالك رفض 5 مليون دولار في زيزو، أو 4.5 أو 5.5 أو 6. زيزو مش هيمضي وهيكمل لشهر 12. الزمالك مش هيفتح معاه الموضوع دلوقتي، هيقفلوا الموضوع. اللي كسبان حتى الآن زيزو. في شهر يناير القادم ده في شهر 1 زيزو يمضي فري لا 5000 لا 5 مليون ولا 6 مليون ولا حاجة. أربع خمس ست شهور ممكن زيزو ما بقاش موجود ولا الفلوس موجودة. لا زيزو ولا الفلوس. هنا بقت مصيبة. هنا بقت مشكلة.
عشان الناس تبقى عارفة ان في ازمة في الوقت. احنا بس قلنا عشان انور كشاف، انور كشاف اللي دلوقتي واقف على البر، زيزو هلعب في الزمالك قدامي سنة مش مهم، مضيت دلوقتي، مضيت في واحد، مضيت في 12، مضيت في 5، مفيش مشكلة خالص، ولكن همشي فري. هنا رقمي هيختلف خالص، بدل ما اخد جنيه هاخد جنيه ونص، هاخد 2 جنيه. طب والزمالك هياخد ايه؟ حد يرجع يقول لي زيزو ما يعملهاش، اقول له اكيد، لان قبل كده كان عنده شرط جزائي ماشي، يعني ما حبش يستخدمه، لكن هنا الولد يبقى معذور بقى، ما هو انا ما حدش اتفق معايا على حاجه، فهفضل ماشي. ساعتها خلاص عقدي خلص، انا التزمت بعقدي، سلام عليكم، فين الفلوس؟ خلاص الموضوع خلص. وكل يوم بيعدي في زيزو خساره، لان اي نادي النهارده بيجي يشتري بيبص هو بيشتري مده قد ايه. انت فاضل له قد ايه؟ سنه هديك 5 جنيه، 6 شهور هديك 3 جنيه، فاضل له شهرين استناه واخده ببلاش. فعلى اداره الزمالك ان هي تاخد بالها من المساله دي، لان انت ممكن يمشي زيزو تاخد الفلوس تجيب لعيبه، مشي زيزو مفيش فلوس بقت صعبه. مصر بتحسم المركز الاول في البطوله العربيه للجودو للانديه البطله بالعالمين تحت 55 كيلو. شهدت مدينة العالمين الحديثة إقامة فعاليات البطولة العربية لجودو الأندية خلال فترة من 22 ل 28 أغسطس الجاري، مشاركة 428 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدول العربية. نجح اللاعب المصري عمر محمود عبد الفتاح في الفوز بلقب البطولة في منافسة 14 سنة ذكور تحت 55 كيلو، وجاءت نتائج هذا الوزن كالتالي: نتائج منافسات تحت وزن 55 كيلو. المركز الأول عمر محمود عبد الفتاح، أكاديمية الاتحاد المصري مصر في المركز الأول والميدالية الذهبية. المركز الثاني أسامة السعدي نادي الشرطة الرياضي العراقي. المركز الثالث رياض رشوان المشروع القومي للناشئين مصر. المركز الثالث مكرر آدم أحمد أكاديمية الاتحاد المصري مصر. وشهدت البطولة العربية لأندية الجودو مشاركة 646 فرد ما بين لاعب ومدربين وحكام وإداريين في مختلف الأندية، والمشاركة وفعاليات كتيرة جدا، والبطولة كان فيها 18 حكم من مختلف الدول العربية، وتولى 86 مدرب قيادة اللاعبين واللاعبات في 3 مراحل تحت 14 16 18. أشادت الوفود وحصل إعجاب شديد جدا جدا بالتنظيم وبمدينة العالمين وعملية إبهار. الحقيقة أنا سمعت كلام وتعليقات وتصريحات للناس كلها اللي كانت بتشارك في هذه البطولة، قال لك ما شفناش حاجة كده في حياتنا قبل كده. أكيد كابتن مرزوق رئيس اتحاد الجودو هو أكتر واحد سمع الإشادة، وأكتر واحد كان محظوظ بالتنظيم الرائع إن بطولة زي كده تتعمل، يعني تقام في العالمين، وإن يبقى أبطالنا المصريين هما أصحاب الميداليات. كابتن مرزوق مساء الخير يا كابتن. أخيرا كابتن سيف، وأنا بشكر حضرتك جدا جدا على دعمك ومساندتك ووجودك معانا من اول يوم في البطوله ومساندتك في نجاح البطوله. ربنا يخليك فندم، ده شرف لينا واجب علينا. يعني اعجاب كبير جدا للناس بالتنظيم، المكان طبعا من احلى اماكن العالم، وجود عدد كبير من الابطال، وجود عدد كبير من الميداليات لابطالنا المصريين. انا في البدايه بس اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدينه اللي احنا اطلقنا عليها مدينه السحر والجمال، مدينه العالمين الجديده. بجد كابتن سيف احنا لازم نفتخر ببلدنا، لازم نفتخر بمدينه زي مدينه العالمين. من اول وصول الوفود للمدينه اشادات كبيره، اشادات بموسم العالمين، اشادات بشكل المدينه، بالاحتفالات، بالامكانيات اللي موجوده في العالمين. احنا كلنا كمصريين لازم نفتخر ببلدنا، لازم نفتخر ان احنا بقى عندنا مدينه زي مدينه العالمين. حضرتك كابتن سيف احنا لما اشتركنا في موسم العالمين واحنا بقينا لعبه الجودو بقت جزء من الموسم، احنا الرياضه ليها هدف قومي كبير جدا في الترويج للسياحه، ده هدف قومي لازم يكون عندنا كلنا، ان احنا ضمن منافسه زي البطوله العربيه للعالمين جميع الدول العربيه مشاركه فيها، احنا بنلفت انظار العالم العربي كله ان احنا عندنا مدينه زي دي، عندنا مدينه ساحليه زي دي بالجمال ده، فاحنا ده جزء واجب وطني علينا. البطوله العربيه كانت بطوله قويه جدا جدا جدا، شارك كل البلاد العربيه،
احنا حضرتك عارف احنا دلوقتي احنا بنخاض كمان في الجودو، احنا بدأنا من حوالي 2 سنين و8 شهور ان احنا بنهتم بقطاع الناشئين، بنبني قاعدة كبيرة جدا جدا. فاحنا بدأنا من تحت من اول سن 13 و14 سنة لغاية 20 سنة، بقى عندنا قاعدة كبيرة جدا، بنيت منتخبات قوية. احنا ال3 سنين على التوالي اول افريقيا شباب وناشئين وكبار في جميع المراحل العمرية اولاد وبنات، فدي كان نتاج ليها ان احنا في البطولة العربية كل الناس بتحرص ان هي تيجي. البطولة دي مش اول سنة نقيمها، دي تاني سنة على التوالي، وانا كنائب رئيس الاتحاد العربي كنت عرضت السنة اللي فاتت ان هي بصفة دورية، وتم موافقة في المكتب التنفيذي ان تبقى البطولة العربية للجودو في العالمين تقام في كل سنة في نفس التوقيت، والحمد لله احنا خدنا موافقة وكل سنة هتقام، والسنة الجاية في مفاجآت كمان ان شاء الله ان هي تتطور، ويبقى حضرتك سابق عند حضرتك ان هي هتبقى بطولة دولية مش تبقى بطولة عربية بس يعني. ان شاء الله. كابتن عايز اسأل حضرتك برضو عن يعني رأيك او طموحاتك في مستقبل اللعبة. يعني انا شايف ان الشباب اللي عندنا، الاولاد اللي عندنا تحت 14 سنه، يعني عمر محمود عبد الفتاح ورياض رشوان وادم احمد كلهم من مصر، كلهم معلقين ميداليات وسنهم 14 سنه. راي حضرتك في مستقبل اللعبه اللي جاي؟ لا احنا ان شاء الله احنا رايحين في حته كويسه جدا. احنا من اول يوم يا كابتن سيف ان احنا تولينا فيه ان احنا وعدنا ان شاء الله ان احنا هدفنا الرئيسي والاساس اللي احنا الخطه اللي وضعناها ان احنا اولمبياد 2028، ده كان هدف قدامنا. فاحنا بدانا ان بنينا قاعده ناشئين قويه جدا جدا جدا، وده واضح في النتائج ان احنا الحمد لله في الاعمار دي احنا مسيطرين على جميع الميداليات في جميع المراحل من اول البراعم والاشبال والناشئين. بدانا احنا، انا بقول مقوله من اول ما تولينا كابتن سيف، قوة أي اتحاد من قوة الموسم المحلي بتاعه، فاحنا عملنا موسم محلي قوي جدا جدا منتظم، عدد بطولات كتير، عملنا بطولات محلية لجميع الفئات العمرية، أصبح عندنا قاعدة كبيرة جدا جدا، وحضرتك شايف عمر ما شاء الله مستقبل باهر ومستقبل كبير جدا، لعيب جودو على مستوى عالي، فنيات كبيرة، أساسيات، حاجة ما شاء الله حاجة كبيرة جدا، وجميع المشاركين كان على مستوى عالي جدا. فاحنا بقى عندنا قاعدة ناشئين كبيرة، قاعدة براعم كبيرة، قاعدة أشبال كبيرة، هو ده الأساس. احنا كابتن سيف عشان تبني منظومة قوية لازم تبقى القاعدة عندك كبيرة والقاعدة عندك قوية وتقدر تبني عليها. أهم حاجة في أي منظومة لازم الأساس بتاعها يكون كبير، فاحنا صح. قاعدة الناشئين والأشبال والبراعم دي بقت عندنا قوية جدا جدا، اللي بعد كده إن شاء الله سهل. إحنا بنخطط ل 2028، وعندنا حاجة مهمة كمان للأعمار اللي هي لعبة دي، إحنا عندنا أولمبيات الشباب 2026 في السنغال، دي حاجة مهمة جدا جدا برضو، إحنا شغالين عاملين بلان إن إحنا إن شاء الله نعمل ميداليات فيها بإذن الله. ان شاء الله يا فندم على خير ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق لحضرتك، كل التوفيق لشبابنا. انا كابتن سيف بس كان في حاجه، معلش انا اسف انا نسيت اقولها، احنا لازم نشكر الشركه المتحده، الشركه الوطنيه، شكر كبير جدا 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 جدا. احنا بجد بقينا متميزين جدا في تنظيم الاحداث الرياضيه، احنا لما بنعمل حاجه بنعملها صح جدا، ما بقيناش نعمل حاجه ان احنا بننظم وخلاص، لا احنا لما بنيجي ننظم بننظم حاجه صح جدا. احنا بنفتخر ببلدنا ان احنا بقى عندنا المنظومه التنظيميه دي كبيره جدا. بنشكر الدوله المصريه جدا، شكر سياده الرئيس، نشكر وزاره الشباب والرياضه داعم كبير جدا معانا، مع الوزير اشرف صبحي، بجد احنا منظومه كبيره قوي، احنا دوله كبيره. بشكر قنوات اون تايم سبورت لان دي من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه تغطيه كل ثانيه، حضرتك متابعنا دايما والقنوات متابعانا مغطيه لنا كل حاجه، فاحنا منظومه متكامله ان شاء الله باذن الله. الرياضه المصريه ماشيه في الطريق الصحيح، لان في ظل التحديات اللي كانت عندنا كلها سياده الرئيس ما اخرش علينا اي دعم، ووفر لنا كل الامكانيات، وان شاء الله انا بوعد في 2028 ان احنا هيبقى عندنا ميداليه باذن الله في الاولمبياد. مدينة العالمين يا كابتن سيف حاجة فخر لبلدنا، فخر كبير جدا، مدينة كبيرة خرافية وحاجة حلوة جدا يعني. إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. بشكرك كابتن مرزوق، وإن شاء الله بإذن الله دايما من نجاح لنجاح يا رب. شكرا جزيلا فندم استاذ كابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، والف مبروك للشباب اللي كسبت، والف مبروك على التنظيم، والف مبروك تاني وتالت ورابع في البدايه لمؤسسه الدوله المصريه والسيد الرئيس على مدينه العالمين، والمشهد اللي احنا حضرناه في الصيف ده
في مهرجان العالم عالمين، واللجنة المنظمة اللي أبهرت العالم بالتغطية الرائعة دي. نطلع فاصل، وبعد الفاصل حسام أشرف لاعب نادي الزمالك صاحب رقم 14 هدف هذا الموسم والعودة من جديد لنادي الزمالك، محضر إيه وشايف المشهد إزاي؟ تفاصيل كتير معاه بعد الفاصل. حسام خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حسام أشرف روح الجول روح. هدف الهدف حسام أشرف يحطها تقيلة حلو. شوف النهارده هيلعب فين والكورة خطيرة. جول حسام أشرف، والقمة بينفرد فيها أكتر وأكتر حسام أشرف. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. حسام اشرف نجم الدوري الممتاز هذا الموسم، نجم بلديه المحله، واقترب بشكل كبير من هداف الدوري الممتاز، وعاد لبيته من جديد الزمالك. حسام وحشتي. ازي حضرتك يا كابتن؟ شرفني النهارده. حبيبي يا كابتن، شرف لي ان انا اكون متواجد مع حضرتك النهارده. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الف سلامه في البدايه على اختك. الحمد لله يا كابتن، وانا حابب اوجه لها رساله. الف سلامه عليك يا حبيبتي، وان شاء الله كلنا معاكي وفي ضهرك، وان شاء الله تقومنا بالسلامه احسن من الاول، وبتمنى من الناس يعني ان هي تدعي لها ان هي تقوم بالسلامه. ربنا يطمنك عليها وترجع احسن من الاول، وتفرحوا كلكم يا رب. يا إن شاء رب الله. يا رب. شفت الموسم ده ازاي؟ والله يا كابتن، هو كان في البدايه يعني كان موسم صعب بالنسبه لي، لان انا كنت قاعد فتره كبيره مش بلعب، حوالي 3 سنين. رحت البنك الاهلي برده ما كانش فيه توفيق ان انا العب، قعدت 6 شهور مش بلعب، فقررت ان انا افسخ الاعاره انا والنادي يعني بكل احترام برده، وخدت خطوه ان انا اروح نادي البلديه. طبعا اول ما كابتن احمد عبد الرؤوف كلمني ما ترددتش خالص ان انا اروح معاه. بس فكان تحدي كبير بالنسبه لي ان انا اثبت نفسي السنه دي، لان انا كان بقالي فتره كبيره مش بلعب وكده. ازاي يبقى نجم الدوري الممتاز السنه دي واللي بينافس على لقب الهداف ومكسر الدنيا مع نادي البلديه، لفيت اللفه دي كلها ما بتلعبش؟ يعني مفيش حد شافك صدفه حتى؟ يعني اكتشفك ايه؟ انزل كده، طب جرب نفسك بس. ما والله يا كابتن، هو يعني برضه انا في الزمالك يعني تعرضت لظلم كبير في الفتره اللي انا كنت موجود فيها، كان في ظلم كبير من ناحيتي وكده، وكان في حوار ايقاف القيد ومع الجماهير وكل ده، كانت الدنيا قلب عليا شويه. بس الحمد لله. ايه الظلم؟ ظلمت ولا ظلمت نفسك؟ في ايه بالظبط يعني؟ قلت تعرضت لظلم. ما هو الظلم ان انا كان مثلا في حوار ايقاف القيد ده، في ظلم كبير. انا يعتبر ما اتكلمتش، الموضوع كان من 3 سنين انا ما اتكلمتش فيه خالص. ايه القصه بقى الحقيقه؟ بص يا كابتن، القصة الحقيقة ان انا كان معايا وكيل برضو، يعني ده وكيل مش كويس يعني. هو في البداية قال لي انا هوديك، جايب لي عرض من البرتغال. العرض ده كان من 4 اندية الكبار في البرتغال. قلت له تمام ماشي مفيش مشكلة، اول ما تجيب لي العرض انا همضي لك على المانديت اللي هو التفويض. والتفويض ده طلع لشركة في الكاميرون، مفيش. انا الحمد لله متعلم في كلية التجارة، مش هروح امضي النادي في الكاميرون واسيب اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي نادي الزمالك. ف جاب لي العرض، وحتى في الفاكس انا بعته لحد، الفاكس موجود يعني، ان نادي من البرتغال اسمه ليكسوس اعتقد. كان باعت عرض اللي هو اوبشن تو باي ب 400,000 يورو. تمام. والنادي وقتها رفض، وانا لما دخلت عملت سيرش عن النادي مش احسن حاجه برضه يعني، النادي هناك في البرتغال مش احسن حاجه. بس فقلت له، هو كان عايز نسخه مني، انا مضيت على نسختين بالظبط للشركه اللي هي الكاميرونيه دي. طب ايه مضيت على ايه يعني؟ هي تسوقك بالظبط؟ انا مضيت على نسختين وقلت له انا هاخد النسختين، واول ما تبعت لي العرض انا هديك النسخه بتاعتك. لان هو العرض كان نسختين، انا مضيت على نسختين واخدتهم معايا. تمام. قال لي مفيش مشكله وكل حاجه، بس هاخد بس العقد اصوره عشان ابعت للشركه ان انت بقيت معانا يعني. مش هاخد منك. انا ما جاش في دماغي، دي غلطتي، انا ما جاش في دماغي ان هو ممكن يرفع عليا قضيه بالواتساب او بيعمل له سكان وينزله ويرفع عليا قضيه في الفيفا بكده. انا كنت واثق ان انا كده؟ عمل كده. جميل الوكيل ده، ما هو اكيد معروف يعني. لا مش معروف. لا معروف يعني اكيد مش ظاهر دلوقتي اصلا يعني. اكيد في الازمه دي يعني اسمه ذكر يعني، قصدي مش عايز اقول اسمه يعني بصراحه يعني. هو لسه بيشتغل في المجال؟ لا ما اعرفش عنه اي حاجه، ومش ظاهر ولا موجود اصلا. فهو خد مني العقد وصوره وقال لي ده عشان بس اوريهم للناس ان انت بقيت معانا وكده. قلت له خلاص تمام مفيش مشكله، انا مطمن ان انا معايا ايه العقدين الاصليين.
فبس فجاب لي العرض بتاع البرتغال، قلت له انا العرض ده انت مش ده اللي انت وعدتني بيه ومش دي الانديه اللي انت قلت لي عليها. فقال لي دي محطه بس 6 شهور ومش عارف ايه وهوديك نادي اكبر وبتاع. قلت له لا انا رايح اجدد للنادي، انا فضلت معاك للاخر. وكل ده ما كانش من ورا النادي على فكره، احنا قعدنا مع المسؤولين مره واثنين في النادي عندنا. قال لي هو ده الفاكس. قال لي خلاص تمام ماشي. في بقى ساعه الامضه، ساعه لما جددت للنادي الزمالك، والله 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 انا قايل قبل ما امضي على عقد النادي الزمالك ان انا ماضي في حته تانية لمسؤول الزمالك. لمسؤول الزمالك وتقال لي امضي ومالكش دعوه. مين اللي قال لك؟ برضه مش عايز اقول اسامي يعني بلاش. انا مش هحلف بالله كدب عشان حاجه، انا اتشتمت واتقال لي حاجات كتير وحشه قوي، يا رب يجي لك صليب، يا رب تموت، حاجات مالهاش علاقه بالكوره. ومع ذلك ما ردتش على ولا واحد ولا اتكلمت ولا طلعت حتى في قناه قلت يعني ده من المفروض حقي. طب قال لك امضي وما تقلقش، ما رجعتلوش قلت له تعالى اقف معايا. رجعت له ومعايا سكرينات ان هو عارف ان انا ماضي وقايل له قبل ما امضي العقد. طب قال لك ايه؟ ما قلت له قول للجمهور طيب ان انت كنت عارف الواقع. لا هو انا اتسلمت تسليمه وحشه اصلا على الهوا، اتسلمت وحسام اشرف السبب، وحسام اشرف هو اللي مش عارف عمل ايه وايه وايه وكل ده، وده ادى لكراهيه كبيره بيني وبين الجماهير. اتسلمت على الهوا يعني ايه؟ يعني اتقال ان انا السبب في كل حاجه وانا اكبر واحد مظلوم فيها اصلا. انا قبل ما امضي على اي حاجه انا قايل طب اعمل ايه تاني؟ طب اللي قال هو اللي كان وعدك ولا حد مشي وحد جه؟ لا كان مشي. يعني اللي قال ده ما كانش هو اللي موجود؟ ما كانش هو موجود وقتها. طب وانت ليه ساعتها ما طلعتش اتكلمت يعني دفعت عن نفسك؟ انا لقيت كان في هجوم عليا كبير، فانا خفت اطلع مثلا او حاجه اقول حاجه الناس هتمسكها عليا، فانا كنت مستني وما كانش ليا رصيد كافي ان انا اطلع اتكلم. يعني وقتها ما كنتش بشارك بشكل كبير ان انا اطلع اتكلم واقول ان انا تعرضت لظلم وكل الكلام ده، كنت مستني بس ان ربنا يعوضني ويكرمني في نادي العب بيه واثبت نفسي واطلع اتكلم في كل حاجه. اصعب رساله جات لك من الجمهور زعلتك ايه؟ اصعب رساله كانت اللي انا قلتها لحضرتك، يا رب يجي لك صليب، يا رب تبطل كوره، يا رب تموت، حاجات من دي يعني مالهاش علاقه بالكوره. وفي ماتش برضو في الدور الاول البلديه والزمالك، هو حصل حاجه غريبه ما اعرفش بقى ده ايه، الجمهور كان نده على ماجد هاني وما ندهوش عليا. فانا ما فهمتش القصه دي ليه. زعلانين منك يعني؟ ما اعرفش انا. طب انت دلوقتي راجع الزمالك ان شاء الله، لما اتقال خبر انك راجع الزمالك هل الجمهور تفاعل معاك بعد التالق ده؟ الجمهور يعني مقسوم حتى الناس وقفت معاك ولا؟ اكيد في ناس بتتمنى ان انا ارجع واكسر الدنيا وكده، وفي ناس تانية ممكن قريت برضو لا ما يرجعش دلوقتي ومش عارف ايه. بس قريت اكيد حاجات كويسه بقى. طبعا انا بقول لحضرتك في ناس قالت عليها كلام كويس جدا وفي ناس تانية برضو، وده طبيعي يعني بدراعك هتغير الامور. يعني ان شاء الله باذن الله. الان من التجربه ولا كنت تحب سنه اعاره كمان؟ من تجربتي مع البلديه. لا يعني بصرف النظر البلديه انت كسرت معاهم الدنيا الحمد لله، ومصطفى الشامي واحمد عبد الرؤوف قدموك الحقيقه بشكل كويس. طبعا انا حابب برضه اشكر من برنامج حضرتك المهندس مصطفى الشامي، ده اخ كبير ليا ويعني زي اخويا الكبير بالظبط، وكان بيدعمني واقف جنبي. وكابتن احمد عبد الرؤوف طبعا انا قعدت اتكلم من هنا لبكره مش هدي له حقه، لانه يعتبر هو جابني من لعيب ما بيلعبش لمده 3 سنين ودعمني نفسيا ومعنويا وكل حاجه، ووقف جنبي وفي ظهري ورجعني احسن من الاول الحمد لله. لا انت حسيت ان اللعبه جابك فانت قررت نفسك العب سنه كمان في حته تانية ولا ارجع الزمالك؟ والله يا كابتن انا طبعا نفسي ارجع نادي الزمالك وانا تحت امر النادي، هو النادي هو اللي هيقرر، ومستر جوزي جوميز هو اللي هيقرر ان انا اكمل او اطلع اعار. انا تحت امر النادي في اي حاجه. معركه كبيره شايفها منافسه صعبه ولا انت جاهز في اي شيء؟ لا ان شاء الله جاهز في اي شيء. انت ان شاء الله جاهز؟ متفائل انت؟ ان شاء الله. خش مع اي حد خناقه ما يهمكش. الحمد لله ان شاء الله. شايف الزمالك ازاي دلوقتي؟ والله كابتن الزمالك من يعني طول عمره بيتعرض لايقاف قيد وقواضي وحاجات، يعني ما فيش استقرار خالص في الحاجات دي. حتى المجلس اللي موجود دلوقتي هو يا دوب بيحل يعني حاجات كتير اتعرض لها وكده، هو بيحلها ومش في ايده حاجه. فعادي احنا تعرضنا برضو لموقف قبل كده في حوار ايقاف القيد، والحمد لله خدنا دوري وكاس مع مستر فريرا، وكان ساعتها حسام عبد المجيد وسيد نمار وسيف جعفر ويوسف اسامه. بس انت شايف ان الزمالك محتاج لعيبه ولا يقدر بالمجموعه اللي موجوده تمشي الدنيا؟ يقدر بالمجموعه اللي موجوده، معانا لعيبه كبيره جدا يا كابتن. طب ليه ده ما ظهرش الفتره اللي فاتت مثلا في الدوري او في الكاس؟ او عادي ممكن يكون سوء توفيق، ما طبيعي لعيب الكوره ممكن ما يكونش موفق على طول. يعني انت رايك ان الزمالك مش محتاج لعيبه؟ عادي ممكن في بعض المراكز بس صفقتين ثلاثة بس كده. بس كده.
بس الجمهور رايه لا ده الزمالك محتاج لا لا لعيبة. احنا عندنا لعيبه كبيره جدا والله يا كابتن. في لعيبه كبيره جدا موجوده. في لعيبه كتير طبعا. لكن انت راكب ثقه. الحمد لله ان شاء الله. نطلع بعد الفاصل نكمل حديثنا ونشوف حسام هيقول ايه. نرجع تاني مع حسام اشرف ونكمل حديثنا. كان عندك عروض بعد البلديه؟ اه جالي عروض كتير. فين؟ في مصر وبره مصر. في مصر فين؟ في انديه كبيره بس مش عايز اقول الاسامي. في انديه كبيره. فضلت تروح ولا ترجع ولا قلت له مثلا الزمالك سيبوني سنه؟ والزمالك كان بيتكلم معاك من بدري؟ اه انا حاولت اتكلم مع الاداره في النادي وكده ان انا ممكن اطلع اقرا، بس هم شايفين ان انا ارجع النادي وانا يعني انا شايف ان على حسب هم عايزين ايه ومستر جوزيه جوميز عايز ايه. انت كلمت مع جوميز ولا مشفتوش؟ لا لا لسه مشفتوش خالص. اه لكن انت من وجهه نظرك ان الظروف اللي انت قلتها اللي بيعدي بيها الزمالك السنه دي والجمهور والزمالك دايما مطالب ببطولات ده هيقدر يتحقق السنه دي؟ اه ان شاء الله يقدر. عندك روح كويسه انت. الحمد لله. شايف المنافسه مع مين في الزمالك في الحته دي؟ لا كلهم لعيبه كبار والله. ناصر منسي وسيف الجزيري وسامسون لعيبه كبار جدا وان شاء الله يعني تكون منافسه لصالح الفريق. لعبت قدام الزمالك السنه دي؟ اه. كان شعورك ايه؟ لا حاجه ثانيه طبعا، يعني ده بيتي اللي اتربيت فيه من 10 سنين. ما لعبتش قصادهم قبل كده حتى وانا في البنك، فدي كانت اول مره بالنسبه لي، كانت رهبه كبيره برضو ان انا بلعب قدام نادي الزمالك وكده اللي انا اتربيت فيه وكده يعني قدام الجمهور كمان. اتخضيت ان ميكالي ما خدكش؟ يعني كنت متوقع مثلا ان انا اروح، بس الحمد لله يعني. حاسس ان انت انا عملت كل حاجه عشان اروح، ما روحتش ليه؟ بالظبط، انا يعني على قد ما اقدر يا كابتن فضلت محافظ ان انا افضل هداف الدوري لحد قبل ما القائمه تتعلن، عشان حتى ابقى ايه في الصوره دايما. بس ف حلو الجول. يعني انا بحترم قراره، مدرب كويس ومدرب كبير وانا احترمت قراره بصراحه. يعني انا قلت برضو ده ممكن ما يكونش رزقي او نصيبي، ممكن رزق او نصيب اي حد تاني. فاخدتها كده يعني. حلو ده برضو. اللي كمان بحبها برضو. كان ماتش صعب ده قوي، بس كان ماتش جميل. كان ماتش حلو عشان كان فيه جوان كتير وكده. 6 اهداف. كان ماتش عادي كمان. نادي زد نادي كبير، ف كنا عاملين ماتش قدامه كويس. انتوا عملتوا ماتشات كتيره كويسه. عملنا ماتشات كتير قوي يعني. كان من فرق كبيره هل انت كنت قلقانين من تهبطوا من البدايه ولا كنت متخيل ان لا 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 كنا يعني من اول ماتش المقاولين عارفين ان احنا ان شاء الله كنا هنوصل لحته بعيده. وحققنا ده فعلا في ماتشات كتيره جدا يعني. على مدار الدور الاول كنا ماشيين كويس جدا. ما كنتش بتتكلموا مع بعض؟ لا والله كنا بنتكلم كتير وعايزين نفضل يعني عايزين نقعد في الدوري وما ينفعش احنا طلعنا بعد تعب وسنين كتيره وحاجات من دي، فما كانش في توفيق بس في الاخر. نادي البلديه برضو ما حسيتش ان في ضغط من الجمهور يعني؟ لا ما كانش في ضغط والله، بالعكس هم كانوا بيسندونا دايما وبيساعدونا يعني في الماتشات. بس برضه حضور الجماهير كان قليل. ما كانش كتير بصراحه يعني. ما كانش كتير. ايه السبب من وجهه نظرك؟ الانديه كتيره جماهيريه، الظاهرة بشوفها ان في مباراة مهمة عدد الجمهور برضو مش بالعدد يعني. والله يا كابتن ما تفهمش في حوار يعني نادي البلدية المفروض نادي ليه قاعدة جماهيرية كبيرة. بس في الماتشات احنا ما كانش في بيبقى في عدد يعني. ساعات بيبقى في ماتشات فيها ناس كتيرة وساعات تانية ما بيبقاش في ماتشات. ممكن مثلا كان بيبقى ساعات الجو حر قوي فما بيبقاش في عدد كبير، ممكن ساعات ماتشات بالليل تلاقي ناس أكتر. وممكن برضو يعني هما الاسعار وكده في التذاكر ممكن برضه ما كانش في بقى في حد قادر ان هو يجيب تذاكر او كده. هل انت من اللعيبه اللي السوشيال ميديا بنتابعها بشكل كويس؟ في ايه بالظبط يعني؟ عامه فيما بتكتب عليك او تكتب ضدك تنتقدك او تأيدك؟ لا خالص خالص خالص. ما حسيتش ان انت يعني ولا بالذم ولا بالمدح يعني قربت لها الموسم ده؟ كسر الدنيا والناس كلها بتتكلم عليه؟ لا بالعكس والله، انا كان نفسي اعمل حاجات اكتر يعني. ما الناس هي بتكتب عليا كويس، انا كنت باخد ده حافز ليا ان انا لسه عندي اكتر، احنا لسه في الاول، انت ما عملتش حاجه لسه بدري. لان هم الحمد لله الناس اتكلمت عليا في الاول كويس، فانا ما كنت باخد الكلام ده دافع ليا اكتر. ان انا عايز لسه عندي اكتر وعايز اثبت نفسي اكتر ولسه ما عملتش حاجه وكل الكلام ده. انت ما عملتش حاجه لسه خالص؟ خالص لسه.
انت كنت بتروح البلدين معاك عربيه؟ لا. كنت بتروح بايه؟ كنت بروح باوبر او اندرويد. اه او حد مع اصحابي. مهاب برضو صاحبي كان ساعات بيعدي عليا بالعربيه ونروح مع بعض. آه. والزمالك بتروح بايه النادي؟ لا ساعات حسام عبد المجيد بيعدي عليا وساعات بروح بسكوتر. بسكوتر؟ اه لان البيت جنب النادي. هل العربيه من خطواتك يعني في اول خطوه؟ اه ان شاء الله. هتمسك اي تقفش اي حاجه عربيه ولا الشقه الاول؟ لا عربيه ان شاء الله. في خطوبه او في مشروع ولا لسه؟ لا لا لسه مفيش حاجه. لا يبقى كده العربيه الاول. العربيه الاول خلاص. ده كده الاساس يعني. ايوه شايف ان انت دي بدايه ان موضوع البلديه ده بدايه يعني. انا شايف ان انت كل تركيزك ان انا العب. انا شايف انت لا مركز في عقود ولا فلوس ولا مواضيع ولا حاجه خالص. لا 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 دي اكتر حاجه فعلا انا كابتن كنت باصص لها، لان زي ما قلت لحضرتك في الاول انا قعدت 3 سنين مش بلعب وكان وحشني الملعب. وفي ناس كانت واخده انطباع عني وحش وكانوا يعني انا كنت عايز اثبت لهم عكس ده. ان انا نفسي في فرصه عشان اعرف العب وعشان اعرف ابين نفسي وعشان اعرف اوريكم ان انا لعيب كويس. في لعيبه اصحابك كانوا بيكلموك من الزمالك وانت في البلديه؟ وانا في البلديه اه طبعا سيف جعفر اخويا ده يعني ده اخويا الكبير كان دايما بيتكلم معايا ومعايا دايما يعني. وسام عبد المجيد طبعا وكذا حد يعني. يعني كانوا بيتكلموا عليك مكسر الدنيا انت كده كده راجع؟ لا 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 كان شد حيلك انت ماشي كويس وكمل زي ما انت و كده يعني الكلام. وما لعبت قدامهم في الزمالك فضلت اخوات ولا الدنيا حصل ايه في يوم الماتش؟ سيف جعفر انا لعبته مرتين. في المرتين برضه هو ضربني يعني بينزل وهو قصد يضربني فعلا. امال فين اخويا الكبير بره الملعب والقصه؟ مره هو في بيراميدز الدور الاول نزل برضه راح ضربني ماتش الزمالك راح نزل ضربني برضه. تقول له ايه؟ لا ده اخويا مش حاجه عادي. حسام عبد المجيد حسام بتلعبوا مع بعض يعني؟ لا حسام ده في حته ثانيه اخويا وحبيبي يعني. في ماتش عشت عمر ماتش البلديه عمل ايه؟ لا ما كانش موجود كان هو منتخب. دي مصلحه يعني. كنت هموته. ليه؟ كانت هتبقى قصه. انت اصلا متعود يعني ما حصلش ظروف قبل كده انك لعبت قدامه؟ لا لا ما لعبتش قدامه حسام خالص. ما فيش؟ لا لا. ربنا بيحبه يعني ولا بيحبك انت؟ لا لا بيحبه هو. بيحبه هو؟ ها؟ كنت هتحط عليه يعني. خليه بقى شوف ما تروح له بقى. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا. نرجع مع حسام اشرف ونكمل حديثنا. هل توقعت ان ممكن يكون في مفاجاه مع حسام حسن؟ انا كان نفسي ابقى موجود معاهم يعني كان نفسي، بس طبعا كابتن حسام حسن اسطوره كبيره ومدرب كبير. وانا توقعت ده ممكن يحصل ان يستبعدني يعني؟ لا ان ياخدك. ان ياخدني؟ اه كان نفسي يعني كان نفسي. كنت شايف ان هي قريبه مش بعيده. كان نفسي بصراحه. هل وجود اسامه فيصل دي خطوه برضو للشباب والوجوه الجديده؟ طبعا اسامه فيصل لعيب كبير واخويا وقدم مستوى كويس قوي في الاولمبيات وان شاء الله يقدم مستوى كويس مع المنتخب الاول باذن الله. هل تتوقع ان انت في الزمالك تلعب على طول
ولا القصه محتاجه وقت؟ اه ان شاء الله العب على طول. اه ان شاء الله. هل بتحلم انك تكون موجود في السوبر الافريقي اللي جاي ده؟ ايه؟ هل بتحلم تكون موجود في السوبر الافريقي؟ اه طبعا، بطوله كبيره وضد النادي الاهلي وبطوله قاريه كمان، وهيبقى في وسط جماهير كتيره وهتفرق معنا جدا يعني. الاهلي حاليا قريب من الزمالك فنيا ولا المسافه بعيده؟ لا قريبين. قريبين؟ قريبين. الافضل لمين في السوبر من وجهه نظرك؟ ان شاء الله للزمالك. ان شاء الله للزمالك. ان شاء الله. عاطفه ولا واقع؟ واقع وعاطفه ان شاء الله. الاثنين. مين احسن مهاجم في مصر؟ وسام. وسام ابو علي. وسام ابو علي. وسام ابو علي. انت بتشوف كده؟ بشوف كده عشان هو جه في الدور الثاني في عدد ماتشات قليله وجاب اجوان كتيره يعني، فبشوف ان دي تتحسب له بصراحه. وفيستون مايلي مهاجم كبير جدا. يعني هو جايب 17 جون وما فيش منهم ولا ضربه جزاء، ف دي حاجه تتحسب له برضه يعني. انت كزملكاوي بتاخد خبر رحيل زيزو او بقائه ازاي؟ يعني هو زيزو طبعا ده احسن لعيب في مصر وطبعا رحيله عن الفريق هيأثر على الفرقه بشكل كبير جدا، وطبعا بتمنى ان هو يكمل معانا يعني. الزمالك اتأثر برحيل كهربا؟ رحيل كهربا؟ لا ما تأثرش. لا يعني كان ولا بإمام؟ ولا بإمام. إمام طبعا لعيب كبير يعني، وكان اخويا يعني في الزمالك وكده، وطبعا إمام لعيب كبير. تأثر الزمالك بعد رحيله؟ لا برضه ما تأثرش. لا الزمالك تأثر برحيل زيزو رغم انه لعيب كبير؟ هو زيزو رحل؟ لا يعني لو رحل زيزو. لو رحل طبعا اكيد يتأثر برحيل. اكيد. الساعات يقولوا الفرق كده ما تقفش على لعيب، ما اعرفش الصح. لا لا اكيد طبعا، زيزو لعيب كبير جدا وارقامه ما شاء الله، ارقامه كويسه جدا في كل سيزون، وعنده استمراريه ما شاء الله ما شاء الله مش طبيعيه يعني. وبيثبت ده كل موسم للناس ان هو احسن لعيب في مصر. هاخدك في لعبه سريعه كده ماشي، وتقول لي كل رساله تقولها لمين بس سريعا سريعا. ماشي. بص كده، مين اللي تقول له تجاوزت السرعه؟ تجاوزت السرعه احمد عيد. احمد عيد ليه؟ بتصريحاته عملت ايه؟ بيقول تصريحات غريبه شويه ساعات. قال لي اغرب حاجه سمعتها؟ بعد اذن احترامي لنفسي يعني. بعد اذن ايه؟ بعد اذن احترامي لنفسي. بعد اذن احترامي لنفسي. اللي بعده، مين تقول له اربط حزام الامان؟ اربط حزام الامان حسام عم جيد. ليه؟ ما بيعرفش يسوق. ما بيعرفش يسوق اصلا. سواقته وحشه. طب ده كويس. مين تقول له قدامك مطب خلي بالك؟ ماجد هاني. ليه؟ عادي هو عارف. طب ما تعرفنا معاه. مش مشكلة بقى، هو عارف، هو فاهم يعني. اه طيب. اللي بعده، مين تقول له ما ترجعش لورا على وضعك، ما تعملش يوتر؟ ما ترجعش لورا. انا. انت. ليه بقى كده؟ انا عايز افضل مكمل زي ما انا ماشي كده على الوضع ده. اه على الوضع ده. بس دي احلى اجابه بصراحه. كنت اتمنى انك تقولها كده والله. سبحان الله. مين تقول له لف وارجع؟ لف وارجع. لف وارجع بمعنى يعني ان هو كان مستواه كويس بعد كده تراجع؟ بغض النظر مسؤول نادي اي حد، زي ما انت مدرب زي ما انت عايز، حد شفت انت رايح في طريق غرب تقول له لف وارجع؟ لا مفيش حد. مفيش. مدرب نادي؟ لا لا. لعيب؟ مفيش. مفيش حد اقول له لف وارجع. مش جاي معاك في اي موضوع يعني؟ لا لا. طب مين تقول له بص في ورقتك الزم حارتك؟ بص في ورقتك. مش عارف. ركز يعني، تقول له بص في ورقتك ممكن يكون مشتت او حاجه. اسامه فيصل. اسامه فيصل. مش هسألك ليه. ممكن تكون عارف. تقول ايه لجمهور الزمالك؟ طبعا جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في الدنيا كله، وبعتذر لهم حتى لو هم زعلانين مني. انا يعني اول مره اطلع ابين الحقيقه بسبب زعلهم مني او حاجه، فانا بتمنى دعمهم ليا وان هم يكونوا في ظهر الفرقه الفتره الجايه، عشان احنا محتاجين لهم اكتر من اي حاجه، وبدعمكم ان شاء الله نقدر ناخد البطولات الجايه ان شاء الله يا رب. حسام شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن سيف. شرف ليا. شرفت بوجودك. شرف ليا ليك السنه دي تكسر الدنيا مع الزمالك ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب يا كابتن سيف. خلصنا حلقتنا مع حسام اشرف، بشكره وبتمنى له كل التوفيق في القادم ان شاء الله باذن الله، ويكسر الدنيا مع نادي الزمالك. اشوف حضراتكم بكره على الف خير.